السلام عليكم يا جماعة، اليوم راح أراويكم من الصورة حقت عمر، حقت هو كان في مكة. شوفوا الصورة، كان يزور الكعبة، راح يحج، وأتمنى أنا هو نتقابل في الكعبة إن شاء الله. يلا شوفوا هذا، أنا كنت أبغى ألون هذا الرسمة بس ما قدرت، بس طبعتها لكم كذا شكل، بس ما أقدر ألونها. خلونا سوي صورة ثانية عشان ألونها لكم. الصورة هي هاي، هذا الصورة، شوفوا الصورة حقت رمضان، شوفوا الصورة حقت رمضان. ليش سويت هذه الصورة؟ عشان إيش؟ إن رمضان ما باقي شيء ويدخل علينا. شوفوا عمر ماسك فانوس. هذه الصورة أكيد مشهورة، موجودة يعني مشهورة، شفتها في السناب شات، شفتها في السناب شات وعجبتني، قررت أطبعها لكم. وأتمنى أنا عمر نتقابل يوم من الأيام. ويلا خلوه، قبل ما نبدأ نلون لا تنسون اللايك والاشتراك. يلا خلونا نبدأ نلون. Thank you.
الرسمه والتفاصيل، ازرق على اصفر على برتقالي على اسود. شوفوا الرسمه والتفاصيل، شوفوا كم تقيمون الرسمه، كم تقيمون الرسمه من 10؟ اكتبوا في الكومنتات. يلا شوفوا، ابغاكم تنشروا هذا المقطع عشان عمر يشوف ويرد علي. وشوفوا يلا مع السلامة، لا تنسون تنشرون المقطع عشان عمر يشوفه، لا تنسون اللايك والاشتراك، مع السلامة.